قل لي ماذا تقرأ أقول لك من أنت، يمكن عبارة سمعناها 50,000 مرة طبعاً ومشتقاتها. قل لي ماذا تأكل أقول لك من أنت، قل لي من تصاحب أقول لك من أنت، وكل حدا في مجاله بغير شوي وبزبط عليها وبقول لك قل لي كذا أقول لك من أنت. هاي العبارة، هاي الجملة هي مصيبة في العلاقات، وهي السبب في دمار العلاقات الاجتماعية. بديش أبالغ كثير، ولكن هي من الأسباب اللي بتدمر علاقاتنا الاجتماعية، أو على الأقل بتخليها علاقات غير صحية، علاقات في العمل، في الحياة الشخصية مع الأصدقاء، علاقات عاطفية بالزوج والزوج، الخطيب وخطيبته، الحبيب وحبيبته، في كل العلاقات الإنسانية. خلينا نرجع نفكر بالجملة مع بعض. قل لي ماذا تقرأ، من تصاحب، المهم قل لي، أقول لك. مين أهم طرف في المعادلة؟ شو بتفهم أنت منها؟ إنه أنا اللي أنا بحكي لك قل لي، أنت بس قل لي، ما عليك، أنت بس أعطيني طرف الخيط ورح أعطيك تقرير تفصيلي أنتفك، أقول لك من أنت، أحلل شخصيتك وتاريخك ومستقبلك والماضي والحاضر والمضارع كله مع بعض، بس أنت إيش؟ قل لي. هاي المصيبة، إنه الوزن الأكبر في العلاقة عندي أنا، وكأنه إحنا متربصين لبعض وبدنا نحكم على بعض، بس أنت أعطيني طرف الخيط وما عليك، رح أتكفل بالباقي. ندخل العلاقات بافتراضات كثيرة مسبقة، أنت عامل افتراضات هنا في براسك، أنت أحكام مسبقة على الشخص، فمهما عمل ومهما غير ومهما سوى ما رح يتغير شيء، أنت حاكم عليه. طيب شو الحل؟ حتى ما يكون الفيديو هيك فلسفي ونظري، خلينا ناخذ فكرة تطبيقية نطبقها بحياتنا اليوم، نطبقها عشان نحسن علاقاتنا، لأنه هذا هدفي من الفيديو، نحسن علاقاتنا. الحل ببساطة، قل لي من أنت، خلاص فيش تكملة، أنا ما راح أقول لك إشي، أنت بس قل لي من أنت، شو بتحب، أنت مين، شو الكتب اللي بتحب تقرأها، شو نوع الأكل اللي بتحبه، شو الإشي اللي بيزعلك، شو الإشي اللي بفرحك. تخيلوا معي بس لو إحنا بندخل علاقاتنا بهذا الفكر، بالأخص العلاقات الزوجية، ما بدي أحكم أنا في العلاقات، خلاص أنت احكي لي شو بتحبي، شو بتكرهي، الزوج وزوجته والزوج كذلك، احكي لزوجتك شو بتحب، شو بتكره، شو الإشي بزعلك، شو الإشي بفرحك، شو الإشي بخليك طاير من الفرح، قل لي من أنت، وأنا رح أتعامل معك على هذا الأساس. لا بدي أقول لك مين أنت، ولا بدي أرد عليك، ولا بدي أحلل شخصيتك ولا إشي، بس احكي لي مين أنت. هل يا ترى ممكن نصل لهذا المستوى من الحوار الراقي؟ إنه أنا أسمع منك عنك، مش أسمع من الناس كلهم، احنا هيك بنعمل، نسمع من كل البشرية عن فلان، ولا مستعدين نروح نحكي معه ونسأله. طيب هذا اللي صار صحيح؟ اللي بنحكي عنك هذا صحيح؟ انت عن جد عملت هيك؟ لا، احنا بنسمع نسمع نسمع من كل الناس الا من الشخص المعني. ما بتعتقدوا انه اجى وقت نبطل نحكي عن بعض ونصير نحكي مع بعض؟ مع بعض ممكن نختلف، اوكي ما في مشكلة، ممكن نختلف بالاراء، ممكن يوصل الخلاف لحد الصراخ، كل حدا في وجهة نظره، معلش شوي شوي بنتعلم الحوار الراقي. قل لي من انت، نقطة، ولن أحلل شخصيتك، راح أخذ كلامك كما هو وراح أحطه في التجربة، والحياة راح تثبت لي إنه صح أو خطأ، بس أنا ما راح أحكم عليه، أنا ما راح أحط قناعاتي وأفكاري وأحكم عليك، أنا راح أتقبلك كما أنت. قل لي من أنت وسأتقبلك كما أنت. مقولة جميلة جدا تحكي لك العلم خزائن مفاتحه السؤال، والعلم أي علم؟ علم الذرة ولا علم الاجتماع ولا علم العلاقات؟ مفتاحه السؤال. اسأل، اسأل الناس اللي بحياتك، انتوا شو بتحبوا، شو بتكرهوا، شو في عندكم طموحات، شو في عندكم احلام، شو في اشياء حابين تعملوها السنة الجديدة، شو في اشياء مش حابين تعملوها، شو في شغلات ندمانين عليها، شو في اشياء لو رجع فيكم الزمن بتغيروها. اسأل، اسأل واستمع وافهم، وخلي الاحكام سيبك منها، ما إلها داعي، خلي الزمن هو اللي يثبت لك، التجربة تثبت لك بدون ما أنت تحكم على الأشخاص، ورح تلمس المعجزات في حياتك. الآن إجا وقت أحكي لك اعمل لايك واشترك في القناة لمزيد من الفيديوهات، يمكن هذا الفيديو شوي جامد نوعا ما، بس لأنه الرسالة مهمة، وأعتقد أنه هاي الرسالة من أهم رسائل اللي ممكن أنت تحصل عليها في مجال العلاقات، وبتمنى أنها تكون الرسالة وصلت. لو وصلت شارك الفيديو مع أصدقائك، وبشوفك بالفيديو القادم. سلام. لحظة لحظة لحظة، اشتركت ولا بعدك؟ إذا لسه ما اشتركت بالقناة سبسكرايب، هي الزر الأحمر في الأسفل، وبشوفك المرة الجاي. سلام.